عباره عن ان هو مشروع خدمه عامه بتقوم بها الشباب وشباب وفتيات جيزه. بنشتغل بيشارك في المشروع 50 شاب وفتاه. بنشتغل على فترتين، الفتره الاولانيه من الساعه 9 لحد الساعه 2، والفتره الثانيه من 2 ل 9. في حافز قليل بالصرف يعني 600 جنيه في الشهر. المشروع مستمر لمدة شهرين. أنا أول ما شفت المشروع بصراحة أعجبت بيه جدا، لقيته يعني فرصة كويسة إن البنت تنزل الشارع وتثبت وجودها وتقدم خدمة لمصر. ففورا طبعا روحت قدمت الأوراق المطلوبة وقدمت طلب إن أنا ألتحق بالمشروع هنا. على مدار اليوم هو في شيفتين متقسمين من الساعة 9 الصبح للساعة 2 ومن الساعة 2 للساعة 7 بالليل. زي ما حضرتك شايفه بنساعد على فتح وقفل الاشاره، بنساعد حد كبير ان هو يعدي، واحده معاها اطفال بنوقف لها الاشاره عشان تعدي. الكلام ده مساعده الناس الكبيره العجائز. ده ملخص المشروع أو المبادرة من عدد من الشباب للتعاون في حل مشكلة المرور في مصر، وتحديدا هتكون البداية من محافظة الجيزة. الشوارع في مصر وسواقة العربيات اللي بقت تقريبا يعني كأننا ماشيين في سيرك، ولا في التزام بقواعد المرور، مقطورة ماشية شمال، عربية ما بتقفش في إشارة، ناس بيعدوا الدايرة على رجليهم. يعني الموضوع طبعا أزمة كبيرة ومحتاجة مننا كلنا التعاون، مش بس الدولة أو الإدارة العامة للمرور في الداخلية، لكن كل واحد يقوم باللي عليه. نشوف الشباب هيعملوا ايه وايه الدور اللي ممكن يعني يقدموه للحل او للتعاون في حل هذه المشكله. برحب في الحياه اليوم النهارده باحمد رشاد. اولا معظم الشباب يعني لسه بيدرسوا كمان. احمد اهلا وسهلا بيك يا احمد، مشرفنا. ابراهيم، استاذ ابراهيم احمد، مشرف على المشروع في مديريه الشباب والرياضه بمحافظه الجيزه، اهلا وسهلا بحضرتك. اسماء احمد، اهلا بيك يا اسماء. مصطفى علي، اهلا وسهلا يا مصطفى، اهلا وسهلا بيكم. ابتدي معاك يا استاذ ابراهيم. فهمنا انه يعني 50 شاب مرحله اولى، فدينا الفكره جت ازاي؟ هو بدايه الفكره احنا عندنا فجوه بين الشباب وافراد الامن من ثوره. كان عندنا طبعا مشكله ان احنا بعيد عن بعض قوي. كتير من الشباب عندهم فكره عن الشرطه ان دايما معاملتهم سيئه. لا، ده مش عايزينه يبقى موجود طبعا. لازم نضيق الفجوه دي. مش حكايه ان احنا بس عندنا دورات كتير للشباب وتثقيفيه وبس، لا، احنا لازم الشباب كمان يتعاملوا مع افراد الشرطه عن قريب. ده بيضيق كل اخبار مغلوطه يعني تبدا تروح للشباب، عشان افراد الشرطه دول شاب زي اي شاب مصري جه الدور عليه يخش الجيش او الشرطه. تمام. في العشرينات، في الفتره دي يعني. هم نفس الشباب في نفس المرحله العمريه. الشباب اللي معاكم اخترتهم ازاي يعني؟ ولا هم اللي بدروا؟ ممكن يكون كان في عدد كبير ففضلتوا واخترتوا مجموعه معينه تبتدي بيها. احنا في الاول اطلقنا من خلال مدارك الشباب في محافظه الجيزه ان احنا نعمل اعلان عن مين حابب يتطوع. موضوع تطوعي الاول. ما هو دور تطوعي يعني انتحاري. بس يعني مش عايز اقول لحضرتك سباقين للبنات كمان قبل الشباب. لا، ده حكايه دي ثانيه لسه هنشوفها. وكمان لما نزلوا على ارض الواقع انتوا نزلتوا خلاص 10 ايام ابتديتوا بقى لكم قد ايه؟ 10 ايام. 10 ايام النهارده اليوم ال10. ان شاء الله الحمد لله عدى خير. طب عدى على خير يعني؟ الحمد لله. طب احمد ليه اشتركت في الموضوع ده؟ هو احنا عندنا عمليات تنظيميه شويه. احنا قلنا ايه، هننزل ننظم مع مرور، هنعمل حاجه للبلد، هنرسل رساله على الناس. ماشي. الكلام اللي هو الجميل بتاع الشباب. طيب. اللي هو جوه القاعات لازم نقله بقى في الشارع. اوكي. كانت حاجه صعبه شويه ان احنا ازاي ننزل نوقف عربيه، بالذات لو ميكروباص يا خبر ابيض، او تاكسي مستعجل، او حد من السياده الدوله معدي بسرعه لازم نوقفه. كانت صعبه بالنسبه لنا. طيب. ازاي هنعمل ده؟ ازاي بنت تنزل تعمل ده؟ شايفين اهو في وفي يونيفورم، في لبس طبعا. طبعا. وبتقفوا كده واقفين مع عساكر المرور الموجودين في الشارع او في المنطقه دي، مش واقفين لوحدكم؟ لا طبعا. عشان يتسمع الكلام. حتى عسكري المرور ما بيسمعش كلامه للاسف، هيسمعوا كلامكم ازاي؟ احنا ازاي نعمل دي؟ اصدقاء المرور والاسم تحت.
مش ده مش اسم البنت اللي انت اسمها نور. ما انا قلت كده، انا قلت اصدقاء المرور نور يعني، قلت كده نور اسم البنوته اللي فعلا نور على فكره. هي نور وفعلا اصلها مسمى. تمام. بقى المبادره نفسها ازاي ننزل نعمل ده وقالت كانت صعبه جدا، واحنا في تنظيم المشروع هنفشل. خايف انت الحاجه الوحيده اي حاجه في الدنيا كلها تبدا بالفشل. يا ساتر يا رب. نزلنا بكتب مع المحافظ لان ارض الواقع هنفشل، نزلنا في الاوتوبيس احنا هنفشل. مع اول تقريبا نص ساعه او اول ساعه لربع اول ساعه لا الدنيا حلوه، الناس تضحك لنا، الناس سمعت كلامكم، تضحك لنا انتوا مين، احنا اصدقاء شباب متطوعه وشباب رياضه، انتوا كويسين انتوا حلوين، الناس عماله تحمسنا كويس. اول موقف حصل لي في المشروع كله حصل لك ايه؟ اول نص ساعه فلقيت انا تيم ليدر في المشروع ده ماشي من اختيار الشباب وكده، فلقيت نور اللي كانت موجوده دلوقتي بتقول ايه اللي كنت بتعكسها من شويه نور اسم على مسمى. طيب فلقيتها ايه قائد احمد، قائد احمد، فبقول لها ايه يا نور؟ تقول لها عربيه تنادى عليا، عربيه تنادى عليكي تريح بنات بقى وكده في الشارع خفت وعكسه والكلام ده فأمر يا فندم، فبيقول لي انا اللي هو هشام حاجه مش فاكر اسمه هشام ايه بالظبط، انتوا مين؟ فقلت له احنا شباب متطوعين من وزاره الشباب والرياضه دي نادي زي المرور والكلام ده كله اعترف المشروع كويس. قال لي طب خد اديني 50 جنيه. لا فبقول له امرني يا فندم ليه؟ قال لي شرب بيبسي. قلت له شكرا مش اكتر بحبوش مدرب الصحه. قلت له ما بحبوش. قال لي خش اشرب شاي. قلت له يا فندم احنا ما بنخشش اسم حد، شكرا ربنا يبارك لك. قال لي فرح اكتر يعني، ابتسم اكتر وفرح بيا اكتر وراح ماشي، بس يا ريتني عملت كده. كنت عايز 50 جنيه يعني. لدى الشباب ايه؟ احمد فرحانين وفي الحر وواقفين يعني، هو خدها بس حاجه انسانيه يعني مش ثلاثه الظهر تقريبا او 2:30 فانتهتها كده. فلقيت الشباب كلها احمد من الفلوس يا جدعان شايفين لنا فلوس تبع بره العربيه كمان، فكلهم شايفين كل واحد كان اوريدي تمام، بس هم شايفين احمد رشاد وهو واقف قدام العربيه في فلوس طالعه. فاحمد الشباب هي الشباب وخفه الدم من الفلوس وخدش حاجه. قال لي ليه ومش ليه الحمد لله. لكن التجربة بشكل عام انت مقيمها انها فرقت معاكوا كتير يعني، حتى 100% فرقت معانا كلنا مش معانا لك احمد، لا فرقت مع 50 شاب تمام كقوة وعزيمة تمام. طيب اسماء برضو فكرة ان البنت تنزل في الشارع، طبعا هي التجربة دي يمكن حصلت من فترة من كام سنة، يمكن 15 سنة فترة طويلة، وكانت وقتها حاجة لطيفة، بس عارفة من تغير القيم وتغير واقع الشارع خلى التحدي قدامنا اكتر. ايوه بالظبط كده. هي الفكرة كلها ان احنا ك يعني يعتبر انا بقول على التيم بتاعنا دايما ابناء الوزارة يعني احنا مش اختيار اي حد، احنا كشافة برلمان ناس موثوق فيها تقدر تحمل مسؤولية، بحيث لما احنا نقف في مكان فعلا نمثل المكان اللي احنا جايينه صح. احنا طبعا لما حد بيسأل مثلا بنقول احنا مرور تبع المحافظة برعاية وزارة الشباب والرياضة تطوع. حتى في حاجه كويسه جدا لما حد بيسال اي حد من الشرطه بيقولوا ده زمايلنا، بيكون شرف لينا كبير جدا، او حاجه بتديكي دفعه لقدام ان انت تكملي. طبعا احنا ما نزلناش الشارع كده وخلاص، احنا بدانا كان لينا تدريب اول يوم في الاداره العامه للمرور بحضور سياده اللواء والنائب، اتكلمنا مع بعض الحاجات المهمه جدا. تاني يوم اتدربتوا فتره قد ايه يا اسماء؟ احنا من اول الشهر نازلين عملي من اول الشهر، لكن كان في يومين تدريب قبلها واستلام. اتدربتوا على ايه؟ بص هقول لحضرتك، هو التدريب كان عباره عن ان انت نازل في تحدي، تحدي سواء كان للوزاره للمحافظه لينا احنا كشباب، ان التجربه زي ما احنا عايزين التجربه يعني زي ما عايزينها فرقت معانا فعلا، عايزينها تفرق في الشارع مع الناس، ان يحسوا بفرق زي ما احنا حسينا بفرق في الافاده اللي احنا خدناها، في القيم، في نظره للحياه، في رؤيه واقع يعني. وقوف في الشارع ده هيخلي الواحد يشوف حاجات. ايه اكتر حاجه شفتيها يعني؟ طبعا احنا بنشوف مهازل في الشارع، لكن الواحد بيشوفه بيعدي مثلا، لكن انت واقفه من الساعه كام لكام بتقف؟ هي الشيفت بيبقى 5 ساعات، احنا عندنا من 9 لـ2 ومن 2 لـ7. ايه بقى اللي بتشوفيه؟ شفتي ايه من هو بتفرق حسب الموقع يعني، مثلا اللي واقف في الجلاء مش زي اللي واقف في النهضه، مش زي اللي واقف عند المحافظه، مش زي اللي واقف في الكتكات. الكتكات دي ماساه، انت عارفه طبعا امبابه، وحسب طبيعه المكان بيبقى فيه معامله مختلفه. والحقيقه برضو ان المكان نفسه يعني بيحاولوا ما يوقفوش البنات بالذات في اشاره لوحدهم، او ان انت تتعرضي للفكره، بس الحقيقه ان في حاجات بتحصل بتشجع الواحد يعني، ان تشوفي حد في ابتسامه كده لما يشوف البنت يعني، احنا كبنات لما حد بيشوف بيبقى كداعيه للمشروع اكتر من الولد، اصل الولد لابس زي واقف في الشارع عادي ممكن عسكري نازل يتضرب، لكن البنات هو ده المرور الجديد ده ولا ايه؟ صعب على البنت الحكايه؟ لا مش صعب، واقفه في ساعات طويله تتعامل مع الناس. اصل اقول لحضرتك على حاجه، البنات دلوقتي مش زي الاول، احنا دلوقتي كحد مش اي حد جابه خلاص،
احنا ناس متدربه يعني قاده اصلا معظمنا قاده قاده فرق والكلام ده فواخدين على كده واقف ان انت ازاي تدرب ناس واخد تنميه بشريه. انت كليه ايه اسماء؟ انا لغه عربيه جامعه الازهر قائد جوالات فيعني الفكره في محتواها احنا واخدينها كتوصيل رساله. انت الخلفيه كمان ساعدتك طبعا البدايات نفسها ان احنا قعدنا مثلا مع مدير اداره عمل مرور مع وكيل الوزاره في المديريه مع المحافظ احنا خدنا دفعات قويه جدا ان هي كبدايه تخليكي تقدري تكملي عندك رصيد الرصيد الزياده اللي بتاخديه من الشارع ان النهارده حصل موقف بجد خلاني ده جميل جدا. ايه الطف واصعب موقف قابلتيه؟ إيه اني مثلا بتحاولي تساعدي حد بيكون محتاج غير موقف ال 50 جنيه بتاع احمد ده مواقف كتير طبعا بس الفكره اللي بتتكرر على طول لما تشوفي حد يعدي الطريق محتاج فعلا حد يساعده سواء كان ماسك عكاز او على عربيه او حاجه دي بتلاقيه مش ممكن ما يكونش عارف يناديلك بس انت بعينيكي بتحسي ان هو طالب المساعده وقف الطريق بتعدي مش بس هو اللي بيشكرك لا ده الناس اللي واقفه لا بجد كويس لا بجد ده تحفيز ده بجد مش عارف ايه على طول كل ما الفكره بتنتشر بنحاول بتشوفي الطريقين حاجه بتقفلك من الموضوع وحاجه بتفتح لك مفهوم القوه في ايه بقى ان انا اخد الايجابي وتعظمي لان انت كل يوم الناس بتقابليها في الشارع الحر مع المشاغل مع المشاكل انت بتحاولي ترسمي البسمه على وشوش الناس الاطفال بتحاولي ان انت تدي الحاجه في شكل مبسط انتوا مين اطفال كده جايين تشوف يا ماما ايه ده هو في بقى في عساكر بنات هو مش عارف ايه لا يا حبيبي ده احنا مرور مثلا يقول انتوا شرطه لا احنا مرور مش شرطه هي الفكره في اداء المهمه بس بشكل تاني تمام. احنا كمان بنتعامل مع الناس مش بشكل رسمي فده بيقرب الناس منا شويه خلينا نرجع لاسلوب التعامل انه يفرق قوي كمان علشان المواطن يسمع كلامك لما يحس ان انت مدني زي قريب منه حاول تبقى انت الوصله اللي ما بين الاثنين تمام طيب خلينا نروح لمصطفى انت واقف فين يا مصطفى انا من القيادات الذاتيه اللي موجوده في المشروع انا حاليا مش انا متسكن في مكان بس انا اشرف على اشرف على مجموعه طب بيبقى دورك ايه دور ان انا بتابع وصول الناس في مواعيدها سواء الفتره الصباحيه او المسائيه لو في اي مشكله بتواجههم في تبديل الشيفت الكلام ده كله في حاجه مع الضابط في الاشاره في حاجه مع الامين الضباط ورجال المرور مرحبين بيكم بتواجدكم معاهم ولا مرحبين ولا انتوا جايين تعملوا ايه واحنا مش كفايه لا هم مرحبين جدا لان خصوصا احنا داخلين عليهم بنقول لهم بتشيلوا معاكم جايين نساعدكم فحتى كمان في الاشارات اللي احنا موجودين فيها العساكر والامناء مذهولين من اللي احنا بنعمله يعني احنا مش شرطه بس احنا جايين نساعدكم هم واقفين جنبينا ما بيسيبوناش معلش يا مصطفى ايه الفرق ما بينكم وما بين عسكري المرور في التعامل مع ازمه يعني اقولها بشكل تاني يعني ساعات لما بيكون الطريق واقف والدنيا متعطله والعربيات فوق بعضها تلاقي في ناس تتطوع وتنزل من عربيتها وتحاول انها تحل كمان ارجع ورا اطلع قدام يعدي والكلام ده مع عسكري المرور أكيد. فبرضو الـ يعني الفرق ولا بنكمل بعض الفرق ولا انت ما تخليش ده يحصل يمكن ان في الفتره اللي احنا نزلنا فيها في خلال العشر ايام دول ان احنا عددنا كان كتير يعني مثلا في اشاره بنقف ثلاثه بالاضافه ان في ثلاث عساكر مرور بالاضافه ان في صف ضابط او في ضابط واقف فاحنا كتار لما بيحصل تكدس مروري وخصوصا بالذات في وقت الذروه ده وقت ما يعلم به الا ربنا بصراحه بالنسبه للناس واحد مخنوق وقرفان ومش عارف مين وكلاكسات والكلام ده احنا بننزل بالابتسامه استاذن حضرتك معلش ممكن تطلع قدام خطوه بس نعدي العربيه فدي بتفرق كتير بالنسبه اللي هو ده. مش عامل ايدي كده اللي هو عامل كده يعني لا هي يمكن اول حاجه اتعلمناها ان احنا نتعامل مع الجمهور بابتسامه دي بتفرق معانا كتير وبتفرق مع يعني انا معاكم بس حته الالتزام او ان انا مش مستني حد يقول لي لو سمحت استنى شويه ولا بعد اذنك ولا ممكن ترجع يعني اشاره اقف احترم مين بيعدي لكن ساعات تلاقي الاشاره مثلا خلاص هتبقى حمراء وتلاقي واحد في اخر لحظه عايز يلحق صح يجري جري يعني خلاص كان الثانيه هتفرق احنا الحمد لله اكيد حضرتك عارفه ان في تجاوزات بتحصل في الطريق فيمكن حصلت الموقف ده اكتر من مره التعامل العسكري او التعامل بتاع المرور معاه بيفرق عن التعامل احنا معاه معلش برضو بنفس الطريقه الجميله معلش استاذن حضرتك بس الاشاره هتقفل
خطوه ورا بس دقيقه واحده لحد الاشاره ما تفتح وابتدي تتحرك. صح. ففي ناس بتلتزم كتير جدا يعني الحمد لله الناس مرحبه بالفكره وبالمشروع وبيلتزم وبتسم حتى كمان هما بيبدلونا الابتسامه دي. فيمكن الابتسامه دي اكتر حافز لينا واكتر حافز بالنسبه للناس ان احنا بنتعامل معاهم وهم الموضوع جايب صدى كويس. الموضوع في حاجه ثانيه قلت بس الحته دي اتفضل. دايما كده بتشوف ان العساكر بعد ما مشى مش من الجيزه والقاهره وكده فاسلوبهم او اللهجه بتاعتهم متغيره. هتلاقي مثلا ايه متنشئ مثلا مع سواق ملاكي هو داخل فني معلش بس يعني اشاره الاشاره عندنا يعني في وسط موقعنا لله في اقصى اليمين لله في اقصى اليسار لله فوق في السبعة اوريدي هو اللي جاي هو انا لما ولا في وضعه انا مش شايف ولا جنب ولا اقصى ولا اقصى ولا فوق فقول يا فندم معلش في اشاره اللي تمام هو خلاص فاهم احنا واقفين ليه فابتدى لكن عسكري مش بعيب فيهم لان هم برده فكره التواصل مش موجود عندهم فرحب لكم دوت فمش شايف رح مكمل فده انت ممكن انت تدي يعني برضو يبقى في نقل خبرات او تفيدوا بعضكم في وقفتكم في يعني مثلا في الاشاره مع بعض بتقف اروح اعمل كده اروح اعمل كده سؤال اشاره تجي عسكري مرور بعديه المفروض ان انا مكان ذاتيه فانا اوريدي بلف على المواجهه كلها فبتعمل كده اللي فوق دي لا في ناس مش شايفه بتقول لي في ايه بقول اشاره ايوه فلقيت اوريدي كده العسكري اللي واقف ايه لما حد ساله راح اعمل لكم دوت شوف ده الاشاره فالناس فهمت احنا موقفينهم ليه مفهوم. مش بس فكره ان احنا نوقفهم عشان نرخم عليهم في ناس بتاخدها يعني الفكره احنا عايزين نسيب علامه في الشارع يعني فعلا تكمله للموضوع ده لما احنا بقينا اهتمامنا الاول اول ما رحنا احنا كان مهمتنا المشاه العسكري عارف هو بيعمل ايه العربيات والموضوع ده كله احنا قلنا مهمتنا المشاه بقينا نوقف طريق مثلا كذا مره لحد هيعدي حد كبير حق اتنين واحده واطفالها كويس. بعد كده بيومين ثلاثه تلاقينا شغالين على العربيات كمان لا نتلاقي العسكري على طول بيفتح الطريق بيعدي ايه بجد بجد حتى انا قلت لهم بجد شيء جميل ان احنا حتى بعد ما نمشي المشروع مدته شهرين ان شاء الله بعد ما نمشي هنحس ان احنا طب في موضوع شهرين وهتمشوا طب يعني ابراهيم انا كنت فاهمه انه دي الخمسين شاب في المبادره دي مقدمه هيتم تعميمها في محافظات تانية هتشتغلوا مع مديريات شباب ورياضه في اكتر من محافظه فخلاص يعني دي لا. كم يوم وتخلص بص يا فندم هو كان المفروض الموضوع ده زي ما حضرتك عارفه كده من 10 سنين او 15 سنه كان موجود احنا بدانا ناحيه تاني برضو في الاول عشان نبدا نحبب الشباب في موضوع ان هم يعرفوا مع الشياطين والعمل التطوعي ان هم ما بياخدوش مبلغ مالي يعني يساوي حتى وقفتهم او حتى مواصلاتهم يعني حاجه رمزيه جدا هم متبرعين بمجهود وبكل حاجه تقريبا يعني هم تقريبا ما بياخدوش حاجه يعني حاجه بسيطه جدا مشكورين عليها متطوعين سيد محافظ الجيزه بقى المبادره اللي بيصرف عليها ومتبنيها المهندس خالد عبد العزيز محافظ وزير الشباب والرياضه ودكتور خالد العدلي محافظ الجيزه دكتور خالد العدلي وعدهم ان هو برضه هيطلع لهم حافز ان شاء الله يعني وهيكون في ليهم ايوه يعني في استمراريه للموضوع ولا مبادره وخلصت اتكلمنا مع مع المرور جيزه اللي هو مجدي واللي هو عادل هم حبوا قوي ان احنا نستمر في محافظه الجيزه احنا مسؤولين عن محافظه الجيزه مش هنعرف قوي نحكي عن بقيه المحافظات ان شاء الله بعد الشهرين ما يخلصوا هيكون في بس التعامل بقى هيبقى من خلال محافظه اكتر ممكن والتبني. نعمل تقييم للشغل وتحقق منه هم ايه طلبوا فعلا كده هم طلبوا فعلا ان الشباب احنا من دلوقتي بنشتغل فترتين من 9 صباحا حتى 2 وبعدين من 2 ل 7 ماشي تمام هم حبوا ان الشباب يكون معاهم اللي عايز يكمل هيكون يشتغلوا حتى ولو فتره في وسط النهار فتره صعبة. الذروه من الساعه 11 للساعه 4 يكونوا موجودين معاهم بنفس عدد الشباب او اكتر تمام. دي هيتم التنسيق فيها في اواخر الشهرين بعد ما يكون عشان نستكمل التجربة. خاصه محافظ الجيزه مبسوط جدا من الموضوع كويس ومتبني الشباب تمام وعايز يكمل كنت عايز تقول حاجه احمد احنا اتفضل لو انت ابراهيم برضه بيشير لحاجه مهمه الحمد لله احنا ناجحين لسبب مثلا بنزل لها حد اداره المرور مثلا حد بيجي لنا دوريات مثلا غير مستمره لوحدها كده مثلا نلاقي ايه مثلا اللي هو فلان فلان مثلا مسؤول علاقات مثلا فلان فلاني مثلا ده الاستاذ فلان فلان مسؤول في المحافظه بنعرف بعد ما يمشي اوريدي بيجيلناش ان احنا حد جاي او محدش جاي اوريدي شغالين تمام كان من 9 الصبح او الساعه 2 او من 2 للساعه 7 والدراسه عندك مش هتاثر عليك انا حتى الان انا في الاجازه بس جاي بعد ذلك احنا اوريدي بنراعي زي كل دول العالم في الوقت الاجازه الصيفيه الشباب يعملوا حاجه حاجه كويسه لبلدهم ويساعدوا نفسهم كمان حتى خلص. هو اوريدي احنا شهادة الجوالة احنا كلنا معظمنا كده الجوالة مش شهرين طول السنه طيب ده الطبيعي ونزل خدمه عامه طول السنه تمام. ولكن اللي فارق مش راضي عن اي مشروع قبليه في الفتره اللي انا
فترتنا او فتره الشباب بتاعتنا ان ده لمده شهرين، بعد ما بالنسبه لنا حاجه يعني كبيره. تمام. مجموعه كبيره شباب لينا دعم من اكتر المكان، يعني حتى المرور هتوفر لنا وجبه. تمام. حاجه رمزيه المحافظه المحافظه برده نفس الكلام هتوفر لنا مثلا كده مبلغ مالي. يعني كل بيبقى الحمد لله كلها يعني تبقى بينا. لفتات لطيفه. اخيرا تعليق سريع يا اسماء. هو الفكره كلها باذن الله بعد نجاح المشروع ده بالشباب هنبدا بعد كده نشوف المشاكل سواء على مستوى المحافظه. تمام. خلاص احنا عرفنا الشباب دخل موضوع كذا اتحلت، حصل 1-2-3 ايجابيات، هيبدا الشباب يخشوا في اي مشكله سواء كانت في اي وزاره على مستوى المحافظه. ده الدور اللي احنا عايزينه من الشباب المصري، يكون حاضر يكون موجود. الدوله احنا محملين بمشاكل كتيره لازم نتضامن جميعا. انا بشكركم شكرا جزيلا، اتمنى لكم التوفيق ونتابع معاكم، وان شاء الله يعني يكون في استمراريه للعمل ده وغيره. ومن فوضى الشارع وفوضى المرور لفوضى الفتاوى، بعد الفاصل نشوف مرصد التكفير والفتاوى ودكتور ابراهيم نجم مستشار فضيله الجمهوريه ومدير المرصد ازاي بيتابعوا الوضع الحالي وازاي بيتعاملوا مع الإرهاب والتكفير ودورهم.